ممتاز، بس شيء جميل الحين وشيء مختلف. جيمس موديل 2015 سافانا فان ممشى قليل 14837 ألف كيلو. الموتر سعودي من الجميح، موتر جميل، ماكينة 8 سلندر 6 لتر. راح نوريكم السيارة، في شاشة، في جميع المواصفات الجميلة، ليميتد اديشن. وريهم السيارة، مزاد لمدة 4 أيام في مزادات صفقة. جيمس موديل 2015 بحالة الوكالة. يوجد بعض الملاحظات راح نوريكم إياها. الجميح للسيارات، في ملاحظة هنا يا أخوان في الصدام الخلفي، الرجاء الاطلاع على الفيديو بالكامل لأي سيارة نزلها في مزاد صفقة في حال رغبت بالمزايدة. موتر جميل ما شاء الله تبارك الله، لون كذلك لون الداخلية. طبعا السيارة صبغ الوكالة، اللهم الجهة هذه فيها رش من غير معجون. جيب الجهاز بدون أي شيء. 180، لا يوجد سمكرة، لا يوجد معجون. هنا 200، فمعناته رش تجميلي، لا يوجد أي معجون. سيارة جميلة، راح نوريكم سيارة من بالكام، بعدين نوريكم الداخلية. الجنوط هذه برضو ليميتد اديشن. وريهم السيارة، تقدمت السيارة من هنا بالكامل. سيارة جميلة ما شاء الله تبارك الله. طيب آه نوريك. طبعا لما تفتح الباب يقول لك رننج بورد زي الدعاسات اسفل. سيارة جميلة، وهذا اللون الداخلي، لون المقاعد، لون الفرش. هنا الجميح كذلك جاي. هنا ثلاجة، يوجد مكيف خلفي. خليني اوريكم السياره من هنا، تعال تعال من هنا نوريهم. هذا الباب، هذا الباب الثاني. دقيقه، هنا يوجد ستاير، شيء جميل. اطلع من هنا وريهم السياره، شوف المقاعد، شوف الشاشه الخلفيه، يوجد ثلاجه هنا. راح نشغل لكم السياره الان. ممشى قليل 14000 كيلو فقط، حقين الرحلات والسفر. وريهم السقف يا سلطان. بسم الله، افتح الكبوت بالله يا عامر. شغل المكيف، ويوجد مكيف خلفي كذلك. الشاشات خلف كل مقعدة، والتنجيد طبعا برضو من الوكالة ليميتد اديشن. ويوجد شاشة خلفية هنا زي ما انت شايف. اسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من برمه؟ سيارة جميلة صراحة. وريهم المساحة الخلفية، تعال هنا يا سلطان. تعال هنا وريهم الممشى 14837. وفي هنا تبع العصير، تبع أي شيء تخزين. هنا كذلك مساحة ما شاء الله تبارك الله. عندكم التكييف هنا 1 2 3 4 5، وفي تكييف خلفي. الماسية، الممشى 14000. راح وريهم الماكينة 8 سلندر 6 لتر. قفل الباب يا عامر. فورتك 6 لتر. كل شيء جميل بحالة الوكالة ما شاء الله تبارك الله.
يعني حقين الرحلات او اذا عندك عائله او شيء، هذا شيء جميل. وريهم من هنا ادق التفاصيل، وريهم ادق التفاصيل. مزاد لمده 4 ايام في مزاد صفقه، مزاد الكتروني. يقفل العامل لان ناخذ به لف السياره. خلوكم معنا. للتوضيح في كاميرا خلفيه زي ما انتم شايفين، هذه مهمة نوريكم إياها. والآن أوريكم السيارة. فيديو ثاني لأسفل السيارة للجيمس. ما شاء الله تبارك الله. شوف بطن الموتر كيف لا يوجد مشاكل. أي استفسار حياكم. 15 الجيمس، لوحة بسيطة من قدام من هنا. غير ذلك من أسفل لا يوجد مشاكل تلاحظون، لا يوجد مشاكل. راح نوريكم الجهة الثانية.